السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أسعار السيارات في المغرب. اليوم بحول الله غادي نشوفوا سيارات اللي معروضة للبيع من نوع الهوندا. الهوندايات بالنسبة للناس اللي بغاو يتحركوا بها، بغاو يترزقوا على الله. فغادي نعطيكم واحد المجموعة من الهوندا اللي معروضين للبيع في هذه الأيام هذه، في هذه الايام ديال بالضبط اليوم الاثنين 9 نوفمبر. ان شاء الله هاد السيارات هادو غادي باثمنه مختلفه، وكاينين الرخيصه وكاين الغاليه كذلك، وبليكاليتي بطبيعه الحال، وكاين الجديد وكاين القديم. وإلا عجبتكم شي طوموبيله بغيتو النمره ديالها، فما عليكم الا تواصلوا معايا على رقم الواتساب 0637 10 98 18، الرقم اللي كتشوفوه في الاسفل ديال او على الشاشه والفوق، وان شاء الله غادي تتواصلوا معايا وغادي نعطيكم النمره ديال مول الطوموبيله. وقبل ما نبداو كذلك كنتمنى لكم تشتركوا معايا في القناه، راه كل نهار كنحط فيديوهات، وان شاء الله تلقاو داكشي اللي يرضيكم بحول الله. يلا بلا ما نطول عليكم، نبداو باول هوندا معنا. هاد الهوندا هادي كاينه في الدار البيضاء في كازا، عفوا هنايا كاينه هادي في كازا، هي دي هاد الهوندا هادي فيها في الكوسانات مثلا، الى بغيتي تهز البلايص مثلا. إذن هانتوما كتشوفو معايا، بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 33,000 درهم، كيطلب فيها 33,000 درهم، 3,300,000، 3,300,000. هادي موديل 90، موديل 90 إيسانس 5 ديال الخير. مولاتي يقول السلام، هوندا لبيع موديل 90 رقم الديوانة 2004، موديل 90 الديوانة 2004. دينا هي كما كتشوف معايا، هادي كاينة في كازا، موديل 90 الديوانة 2004. ندوزو دابا لطوموبيل أخرى معنا، هادي كاينة في بني ملال، هادي هوندا دي إف إسكا، دي إف إسكا هادي موديل دي اف اسكا، هادي كاينه في بني ملال، هادي كاينه في مدينه بني ملال. فهي كما كتشوفوا معايا في الطوموبيله مازال نقيه، هادي هي كما كتشوفوا معايا، هادي موديل دي اف اسكا. بالنسبة للسيارة هذه دي اف اسكا فمولاها تيطلب فيها 78,000 درهم، كيطلب فيها 7,800,000، كاينة في بني ملال. هذه هوندا دي اف اسكا موديل 2018، موديل 2018 ايسونس 6 ديال الخيط ضربة 22,000، ضربة 22,000 كيلومتر. ندوزو دابا طوموبيل اخرى معنا، هادي كاينه في كازا، هادي تشانج، هادي موديل تشانج، هانتوما كيما كتشوفو معايا التصاور ديالها. بالنسبة لهاد السيارة هادي، التمن ديالها مولاها كيطلب فيها 4 المليون، كيطلب فيها 4 ديال المليون، 40,000 درهم. هادي موديل 2010 ليسانس، موديل 2010 ليسانس هوندا تشانج، شي نقية. هادي 6 ديال الخير، فيها 6 ديال الخير، كيطلب فيها 4 المليون. ندوزو لطوموبيل أخرى معنا، هادي كاينة في أكادير، هادي كاينة في مدينة أكادير، عندنا هانتوما كيما كتشوفو معايا، هادي كاينة في مدينة أكادير،
بالنسبة لهاد لوند هادي كاينة في مدينة أكادير، مولاها كيطلب فيها 20,000 درهم، 2 المليون كيطلب فيها، 2 المليون 20,000 درهم كيطلب فيها 2 المليون. فهادي هوندا أستي، هوندا أستي موتور كاروسري بنوات جداد، هادي موديل 80، هادي موديل 80، هادي كاينه في اكادير كما قلت، 8 ديال 2 مليون ايسانس، 4 ديال الخير. ندوزو دابا لطوموبيل اخرى، معنا هادي، معنا هاد الهافي، هادي كاينه في كازا في الدار البيضاء، دير هانتوما كما كتشوفو معايا الطوموبيل راه مازال نقية. إذن هانتوما كما كتشوفو معايا السيارة مازال نقية. بالنسبة لهاد السيارة هادي مولاها تيطلب فيها 58,000 درهم، 58,000 درهم، 5 مليون و 800، كيطلب فيها 5 مليون و 800. هافي هادي موديل 2011، موديل 2011 ايسانس، كلشي دوريجين. ندوزو دابا لطوموبيل اخرى، معنا هادي، هاد الهوندا سوزوكي، هادي سوزوكي، هوندا سوزوكي، هادي كاينه في الدار البيضاء حتى هي، هادي كاينه في كازا. هانتوما كيما كتشوفو معايا سوزوكي، هوندا سوزوكي، دي بالنسبة لهاد السيارة هاد هوندا سوزوكي، فمولاها تيطلب فيها 65,000 درهم، 6 المليون ونص، كيطلب فيها 65,000 درهم، 6 المليون ونص. هادي هوندا سوزوكي طوبا، هادي موديل 2002 ايسانس، موديل 2002 ايسانس، ناضية ليد وحدة صبغت الأولى، ما كتهزش تقول غير السفر صافي، مي خيودة ب12 مليون وبغينا 6 ونص. ندوزو دابا لطوموبيل اخرى، معنا هاد الهافي، هادي كاينه في مكناس، هادي كاينه في مدينة مكناس، هانتوما كيما كتشوفو معايا راه الطوموبيلة مازال نقية، كلشي باقي نقي فيها. هافي دابا بالنسبة لهاد السيارة هادي، هاد الهافي هادي، بالنسبة لهاد السيارة هادي، فمولاها تيطلب فيها 5 ديال المليون، 50,000 درهم، كيطلب فيها 5 ديال المليون، 50,000 درهم. هادي موديل 2007 كاينة في مكناس، 5 ديال الخيل. ندوزو لسيارة أخرى، معنا هادي، هاد سوزوكي كاينة في مدينة الدار البيضاء، سوزوكي كاينة في مدينة الدار البيضاء، ميدان هي كما كتشوفو معايا سوزوكي، هوندا سوزوكي، هادي مولاها كيطلب فيها 27,000 درهم، 27,000 درهم، 2 المليون و700، موديل 88 ليسانس. السلام عليكم، سوزوكي موديل 88 ديوانة 97، وكيقبل روبريز بالبارتنر فارغو ولا شي حاجة أخرى. ندوزو دابا لطوموبيل أخرى، معناها هاد سوزوكي كاينة في مراكش، هادي كاينه في مدينه مراكش، سوزوكي كاينه في مدينه مراكش، ها هي كما كتشوفوا معايا سوزوكي كاري، دابا بالنسبه لهاد سوزوكي هادي، فمولاها تيطلب فيها 70,000 درهم، 7 المليون كيطلب فيها 70,000 درهم، 7 ديال المليون، موديل 2001 ليسانس، طوموبيل مليحة صبغت الأولى، كلشي دوريجين ديالها، بالموت جداد اللي بغاها يخدم مي خسر حتى درهم، مي خسر حتى درهم. ندوزو طوموبيل أخرى، معنا هادي، هاد الهوندا هادي سوزوكي، هوندا سوزوكي،
بالنسبة لهاد لوندا سوزوكي فهما غادي يطلب فيها 35,000 درهم، 35,000 درهم، 35,000 درهم، هادي الثمن ديالها 35,000 درهم، 3,500,000. هوندا سوبر كاري سوزوكي موديل 94، موديل 94، ريسانس 4 ديال الخيل، موديل 94. ندوزو لطوموبيل اخرى معنا، هادي هدا سوبر كاري، سوبر كاري هادي كاينة في بني ملال، بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 35,000 درهم، 35,000 درهم، 3,500,000. هادي كاينة في بني ملال، موديل 93، موديل 93 ديوانة 2004، موديل 93 ديوانة 2004، ليسانس 5 ديال الخير، الثمن ديالها 35,000 درهم، 3,500,000. ندوزو لطوموبيل أخرى معنا، هاد الهوندا هادي الثمن ديالها 3,200,000، 32,000 درهم، كاينة في سلا، 32,000 درهم، 3,200,000. هادي ويرلينغ، هادي هوندا ويلينغ، ويلينغ إذن هادي كيما قلت الثمن ديالها 32,000 درهم، 32,000 درهم، موديل 2007، موديل 2007، إيسانس 6 ديال الخيل. نشوفو معنا آخر سيارة معنا اليوم، معنا هادي دي اف اس كا، دي اف اس كا ديال شكل بيكوب، دي اف اس كا بالنسبة لهاد السيارة هادي دي اف اس كا فمولاها تيطلب فيها 68,000 درهم، كاينة في قنيطرة، هادي كاينة في مدينة قنيطرة، الثمن ديالها 68,000 درهم، 6,800,000، موديل 2019، مازال جديدة، ايسانس 5 ديال الخيل، دي اف اس كا بيكوب اون تخي بون ايطا، اذا الثمن ديالها 6,800,000، 68,000 درهم، وكاينة في مدينة قنيطرة. اذا هاهي كيما كتشوفو معايا الطوموبيلة مازال نقية. اذا كانت هادي اخر سيارة هوندا معنا اليوم. بالنسبة للنوامر ديال التليفونات، الى كنتو عجبكم شي سيارة فما عليكم الا تواصلوا معايا، وان شاء الله غادي نعطيكم النمرة ديال مول السيارة. وإلا عندك اي سيارة باغي تعرض على البيع فما عليك الا تواصل معايا على رقم الواتساب 0637 10 18، وان شاء الله غادي نعرض لك السيارة ديالك في القناة ديالنا بشكل مجاني بحول الله. ما تنساوش الاشتراك في القناة وديروا جيم لايك في هذا الفيديو، وتشوفوا فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة. We'll be right back.